السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. الخبر اللي انتشر على الصفحة التركية بالعربي: لنا جعفر الأسد تهدد السوريين من العودة إلى مناطق نظام الأسد في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. تزيل الجواز السوري الجوازات العربية وحل بالمرتبة 102 قبل الأخيرة عالميا بحسب تصنيف مؤشر هينلي للعام 2024، ويتيح الجواز السوري لحامليها السفر 28 دولة بدون تأشيرة، ويعتمد التصنيف على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي، ويشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. صفحات موالية تعلن مقتل العقيد في قوات الأسد هيثم عارف ديب والمقدم نزار بهجة الخير إثر استهدافهما بطائرة مسيرة مجهولة المصدر في مطار كويرس العسكري شرق حلب. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. رئاسة النظام السوري تعلن عن لقاء جرى بين الرئيس الروسي بوتين مع بشار الأسد في الكرملين في العاصمة الروسية موسكو أمس الأربعاء 24 يوليو تموز.